السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعينا، يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. في فيديو النهاردة هنشوف حفل زفاف أسطوري للشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على ابن عمها مانع آل مكتوم، حفل زفاف فخم شهده الوطن العربي. هنشوف التفاصيل بالفيديو، بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ضروري جدا علشان كل الجديد يوصل لنا. حفل زواج أسطوري تم تنظيمه للشيخة مهرة بنت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، وتصدرت صوره مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية رغم أن الحفل أقيم قبل أيام. وتزوجت الشيخة مهرة ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ابن عمها الشيخ مانع بن محمد بن راشد آل مكتوم في حفل جذب إليه الجميع. الشيخة مهرة بتبلغ من العمر 29 عام، وهي ابنة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، وتحمل شهادة جامعية في العلاقات الدولية من إحدى جامعات المملكة المتحدة، وحصلت مؤخرا على شهادة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فضلا عن تصدرها قائمة أجمل وجه لفتاة مسلمة عالميا لعام 2020، وذلك وفقا لمعايير معينة حددها موقع عالمي. وحسب وسائل إعلام أقيم حفل زفاف الشيخة مهرة على الشيخ مانع بن محمد بن راشد آل مكتوم في قاعة سعيد في مركز دبي التجاري العالمي، ونال فستان زفاف الشيخة مهرة إعجاب رواد السوشيال ميديا، حيث جاء مطرزا بدقة باللون الفضي وخطف الأنظار بتنسيقه مع طرحة طويلة من التل المطرز. وزينت العروس الجميلة إطلالتها بمجوهرات من الألماس، كما ارتدت ساعة من الذهب الأبيض الخالص النقي مرصص بالألماس. وحضر حفل الزفاف كوكبة كبيرة من حكماء وأمراء دبي وغيرهم من الوطن العربي، وشهد الحفل زفاف أسطوري فخم جدا نال إعجاب جميع الحاضرين من المعازيم. بكده يكون فيديو النهاردة خلص، ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ضروري جدا علشان كل الجديد يوصل لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعينا، يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. في فيديو